استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء والمسؤولين بالمملكة، حيث أعربوا عن أصدق التهاني لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الفحوصات الطبية الموفقة التي أجراها سموه والتي تكللت بالنجاح بفضل من الله سبحانه وتعالى. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الطيبة تجاه سموه، معربا سموه في هذا الصدد عن الارتياح لروح التأخي والألفة التي تميز بها المجتمع البحريني من منطلق العائلة الواحدة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. وتبادل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور الأحاديث والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، حيث أكد سموه بأن التطورات والتحديات تجعلنا أحوج ما نكون لدعم الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التآلف والتعايش داخل المجتمع البحريني، مؤكدا سمو بأن شعب البحرين حري على الانجرار خلف أي أمر يمس وحدته أو تماسكه.